الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر اولا للجماهير بسوسوا ديال نادي القنيطري ولا ديال النادي المكناسي اللي اتسوا جنبات من هذا الملعب الشرفي بالمكناس واللي عطاو واحد الدفعه واحد رونق المقابله وعطاو دفعه للاعبين كانوا في المستوى. كنظن ان المقابله كانت صعيبه على الطرفين، كانت مقابله قويه، ما ديناش المقابله بالطريقه اللي كنا كنتمناو، وهذا ما اللاعبين كانوا مركزين، ولكن الاخطاء التحكيميه ديال اللي اثرت علينا بعض الاخطاء ما كايناش، ما كنشوفوش عندنا كاين شيء اللي خلق بعض التوتر في البونتوج ديالنا، وجاء هدف على عطر ضربه خطا. ولكن كنبغي نشكر اللاعبين على المجهودات ديالهم، على التركيز، وانهم يجونسي ريستي كالم وحافظوا على الهدوء والتركيز ديالهم، بقاو امنين في القدرات ديالهم سواء فرديه ولا جماعيه. حاولنا ندبروا الشوط الثاني احسن طريقه، بقاو امنين في القدرات ديالهم سواء فرديه ولا جماعيه. حاولنا ندبروا الشوط الثاني احسن طريقه، فرضنا لامانيير دو جوي ديالنا، خلقنا فرص مالوروزمون ما ترجمناهاش كما كيشوف الجميع. يعني بابا الصو ضيع فرص اللي كانت سانحه للتسجيل، وهذا ما كنلوموش بابا الصو لانه كيديروا مجهود لاعبين مشكورين عليه وكيحاولوا انهم يعطيو احسن ما عندهم. دونك نمروا في واحد الفتره ديال عدم التوفيق، بالتالي غنبقاو حنا دائما امنين في القدرات ديالنا، نبقاو نشتغلوا يعني بكل تركيز وبكل مسؤوليه، نحاولوا دائما نقدموا ديك احسن صوره على النادي القنيطري، الصوره اللي كتشرف النادي. كيعرف الجميع راه حنا كنلعبوا من اجل لي كولور ديال الكلوب، ومن اجل يعني اسعاد الجماهير ديالنا اللي كتساندنا يعني في جميع المقابلات. كما كتشوف حنايا لعبنا واحد المقابله اللي كانت صعيبه، اللي كانت كتمر في واحد الظروف اللي زوينه بزاف. كنبغي نشكر الجماهير ديال الكنازي اللي احتجوا في الطرف، كما كتشوف الجمهور عندك حق، الجمهور هذا حشومه يكون في هذا الحزم هذا، وحنايا جايين هنا باش اننا نتعاونوا مع الفرقه ان شاء الله ولما لا تسال الصعود. كما كتشوف المقابله اللي كانت واحد المقابله اللي صعيبه، لعبنا في الفريق اللي قوي، الفريق اللي كان تاع الصعود اللي هو النادي القنيطري. كما كتشوف دخلنا انقطاع على المقابله، دخلنا 3 متر توقع لنا هدف في منظر اللاعب. كما كتشوف النادي القنيطري من دقيقه واحد هما دايرين الجول، الحمد لله. حنا كما كتشوف يعني عندنا فقط باش اننا غنديروا الكلمه ديالنا، وان شاء الله السنه غيكون كل خير ان شاء الله.